طيب احنا كنا انفردنا الاسبوع اللي فات بحاجه كده عن سهم شركه امريكانا، وحكينا الحكايه وقلنا الشركه دي استحوذ عليها شركه اديبتو اللي يمثلها المستثمر الاماراتي الكبير محمد العبار. مره واحده كده هناك اشتروا، يعني تقييم السهم كان تقريبا في صفقه اللي تمت الجزء الخارجي منها 24 جنيه، قدموا طلب للهيئه قالوا احنا مش عايزين المصريين عرض الشراء يسري عليهم، فرئيس الهيئه قال له والله تامر يا حبيبي، واداله قرار استثناء. المصريين دول سيبهم كده، احنا نقدر نأزأزهم بعد كده يعني، بس نخلص الجماعه اللي وراهم اللي في حد بيسال عليهم هناك في الكويت وهيئه سوق المال في الكويت. تمام، اشتروا وظبطوا الدنيا، والمصريين دول خدوا استثناء من محمد عمران ان هو ايه ما يتقدموش بطلب يعني الشراء الاجباري، برضو ما نعرفش ليه. المهم حقيقي يعني قلب السحر على الساحر، اديبتو ومحمد العبار انتقدوا في بيان رسمي من الشركة بشدة سياسات هيئة الرقابة المالية ورئيسها الدكتور محمد عمران، وأكد محمد العبار أن سياسات هيئة الرقابة المالية لا تتسق مع سياسات الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار ولكنها تضر مناخ الاستثمار في مصر. الله الله. أخيرا أخيرا جه واحد مستثمر كبير، لا ننكر العبار مستثمر عالمي جاي من آخر بلاد المسلمين على بعد سفر بالطيران ست ساعات، وجاي ولما لقى التخبط يأكد الكلام اللي احنا قلناه لما كنا بنهاجم أداء الهيئة الرقابة المالية برئاسة محمد عمران وحذرنا من خطورة تصرفاته وقراراته على مناخ الاستثمار. كان الناس بتقول انتوا قاصدينه ليه؟ ده الراجل شغال يا جماعة، مش شغال، ده بيأثر على مناخ الاستثمار. لا تستهينوا بالبورصة وبسوق المال، لا تستهينوا بالقطاع المالي الغير مصرفي، ده هو أحد أيقونات جذب الاستثمارات يا جماعة. الراجل الحمد لله، رغم أن العبار كان انتقدنا في بيانه أو في أول كلامه أن هو الإعلام صعد الموضوع، وأعتقد مفيش حد إعلام تناول الموضوع غيرنا، بس مفيش مشكلة، نحن صعدنا عشان في خطأ يا سيد محمد العبار. طيب نرجع نفكركم تاني، يعني برضه هفكر، العبار قال ان محمد عمران فاشل فاشل فاشل، هو وقراراته وهيئته فاشلين في جذب الاستثمار. عشان كده انا بقول كمان سيادة الرئيس لما قال في مؤتمر الافريقي الكوميسا اللي كان معمول في العاصمه دي الجديده، الحكومه رغم عاملين فعلا عاملين الدوله عامله كل حاجه ولكن الحكومه فشلت في جذب الاستثمارات. طبعا تفشل استثمارات الحكومه لازم، ليه بقى؟ ما هو وزيرة استثمار موجودة، ما اعرفش، بنصرف على الوزارة دي اكتر ما بتدخل لنا، وادي رؤساء الهيئات اللي تبعها، فمنظومة كاملة لضرب الدنيا كل، ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش. والله ما بيني وبينهم عداوة، انا ما اعرفوش شخصيا عمران ده اصلا، ولا على فكرة وبلاغ ضد نفسي، الاجهزة الرقابية في الدولة فتشوا لي يذكر لي اسهم، انا الحمد لله لا ليا ولا ماليش، طول عمري انا في البورصة ميح، لكن احنا بنحس بنبض الناس بنبض المواطن. لو اتكلمنا على سوا الموضوع ببساطه بتاعت العالميه المصريه للمشروعات السياحيه اللي هي الملكه العامه امريكانا، العبار زي ما قلنا هقول لكم الحكايه، العبار قام عن طريق شركه اديبتو المملوكه ليه بطلب الاستحواذ على الشركه الام في الكويت بما تملكه من شركات تابعه في مصر والسعوديه وغيرها من الدول العربيه بقيمه قاربه من 80 مليار جنيه مصري. العبار التزم بالمعايير الخاصه باسواق المال، شركته بعتت رساله لهيئه سوق المال تستفسر يعني تستفسر عن وضع شركه امريكانا في مصر، وهي العبار ملزم بتقديم عرض شراء اجباري لها في مصر. ردت الهيئه الموقره المبجله برئاسه الاستاذ الدكتور محمد عمران رئيس الهيئه ان العبار وشركته اديبتو، انا ما تزعجش نفسك بالمصريين ما فيش مشكله، غير ملزمين بتقديم عرض شراء اجباري لامريكانا في مصر، يعني احنا نتعامل مع رجالتنا واحنا نتعامل معاهم ما فيش مشكله، متعودين يتلطشوا مستثمر البورصة متعودين يتلطشوا. تم نشر رد الهيئة على موقعها وعلى شات البورصة بعد فترة، مستثمرين مصريين طلبوا من الهيئة إلزام العبار بتقديم عرض شراء إجباري، تم رفع الأمر للقضاء بعد سنتين تقريبا، الهيئة رجعت في كلامها تاني
واخد بكلام المستثمرين واخد بالحكم القضائي والزمت العبار بتقديم عرض شراء اجباري. هنا بقى جت مشكله اكبر. كيف يمكن تقييم السهم؟ السهم تداوله محدود وغير نشط، السهم محبوس في ارقام صغيره اعتبار ان ايه ناس عينيها على 24 جنيه اللي تم اقرار السعر بيهم طبقا لصفقه الكويت. بالتالي لابد من مستشار، تعيين مستشار مالي مستقل لتقييم السهم. طبعا مين اللي هيعين المستشار المالي المستقل وهيدفع له اتعابه بالدولار؟ العبار. هنا بقى حصلت بقى ايه مضاربات على السهم نتيجه شائعات تقييم السهم سيصل 24 جنيه. المضاربات رفعت سعر السهم من 3 جنيه ل 16 جنيه، يعني السهم طلع اكتر من 400% من 3 شهور. المصيبه الكبيره ان هيئه الرقابه بمنتهى العبقريه ادخلت السهم في اليه الشراء بالهامش على يعني على اساس ان السهم نشط، والاليه دي بتسمح للمستثمرين ياخدوا قروض من شركه السمساره عشان يشتروا السهم. ما انا عندي السهم هيطلع 24 وطلع من 3 جنيه، يا عم وقفه قول له حاجه. جت المفاجاه الصاعقه على المستثمرين والسوق كله. المستشار المالي اللي عينه العبار ودفع اتعابه العبار طبعا قيم السهم ب 390 مش جنيه، 390 قرش. كارثه حصلت، مصيبه على شاشات البورصه. السهم اللي سعره في السوق 15 جنيه تقييمه 390 قرش، الناس عرضت السهم بسعر اقل 5% من سعر السوق، وهو اقل سعر لان الهامش في بورصتنا 5% فوق او تحت الا في الظروف الخاصه. العروض لم يقابلها يعميد شراء او تنفيذ، وقف السهم عن التداول، اتعطلت فلوس المستثمرين، فلوس الشركات اللي هي مديها المارجن او القروض، كل ده ادى لتراجع مؤشرات السوق، تراجع احجام وقيمه التداول، افقد المستثمرين الثقه في السوق. يعني الموضوع كله عبث في عبث واخطاء متتاليه من هيئه الرقابه الماليه ورئيسها الدكتور عمران اللي اوصلتنا لطريق مسدود ولبستنا في الحيطه ومشكله مركبه يمكن يكون حلها صعب جدا، زيها زي حالات تانية تراكمت في البورصه.